اهلا بيكم مره تانية، وفي الفقره دي هنتكلم عن الحدث الابرز النهارده. جماهير الكره المصريه، مش هقول جماهير النادي الاهلي بس، لا ده جماهير الكره في مصر كلها ويمكن شمال افريقيا وبعض الدول العربيه كمان والافارقه، بتابع النهارده نهائي او ذهاب نهائي بطوله ابطال الدوري او دوري ابطال افريقيا بالمسمى طبعا الجديد الشامبيونز ليج الافريقي ما بين النادي الاهلي المصري والترجي التونسي في استاد برج العرب باسكندريه. ده ماتش الذهاب، من المفترض ان الاهلي يكسب بسكور يريحه، ما نعملش زي ماتشات سابقه كده ونبقى 2-0 وعلى الحركرك ونروح الجزائر نتزنق شويه وبعدين نقول يا رب يسهل وبعدين يطلع لنا وليد سليمان ربنا يكرمه ويحط جون ونطمن ونحط ايدينا على قلبنا بقيه الماتش. الاهلي كان في ايديه في الماتش بتاع الجزائر يحقق سكور، لكن قدر الله ما شاء فعل وصلنا النهائي دلوقتي. عندنا ماتش مهم جدا جدا، في جمهور كتير وكبير هيكون ورا النادي الاهلي النهارده، بنتكلم في 60,000 متفرج تقريبا هيكونوا، او 60,000 مشجع بقى، مش عايز اقول متفرج، في فرق بين اللي رايح يتفرج واللي رايح يشجع. عايزين الناس كلها تشجع وتكون موجوده بروحها وقلبها مع اللعيبه في الملعب. شرفنا في الاستوديو ناقد الرياضي رائد عزاز. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين. في فرق بين المشجع والمتفرج؟ طبعا فرق كبير جدا، المتفرج بيبقى بيتفرج، انما المشجع بيعيش الحدث نفسه بكل اعصابه بكل جوارحه، فطبعا فرق كبير جدا بين الاثنين. النهارده اللعيبه محتاجه مشجعين اكتر. محتاجه مشجعين، محتاجه دعوات، محتاجه روح، محتاجه قلب، محتاجه حاجه كتير جدا عشان تتخطى العقبه الصعبه اللي قدامها النهارده. في ناس بتقول ان اللعيبه بقى لها فتره ما بتلعبش قدام جمهور، فممكن ده يمثل ضغط بقى عكسي على لعيبه الاهلي انه بيلعب النهائي على ارضه وفي جمهور كبير وهو بيلعب الماتشات اللي فاتت كلها بدون جمهور او عدد قليل من الجمهور. شايف اللعيبه هتتعامل ازاي مع الموضوع؟ هو ده وارد مع لعيبه تانية غير لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي فيهم اربع عناصر بيمتلكوا خبره عاليه جدا، عدوا على كل المواقف اللي زي دي قبل كده. اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي بيندمج في بوتقه النادي الاهلي وبيعيش نفس روح الفانيله الحمراء زي ما بيقولوا. فبالتالي اعتقد لا خوف على النادي الاهلي النهارده ولا لعيبه النادي الاهلي من الضغط الجماهيري اللي ممكن يجيب نتيجه عكسيه. هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تجيب نتيجه عكسيه هي بدايه المباراه، بس بدايه المباراه الضغط العصبي بتاع الجمهور عشان يسجل اهداف في اول اللقاء، وده طبعا مش مطلوب، ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه في البدايه، لكن اعتقد خبرات النادي الاهلي او خبرات لعيبه النادي الاهلي ممكن تتجاوز الموقف ده وهم عارفين بيعملوا ايه. الاهلي والترجي اتقابلوا 18 مره، الاهلي كسب 7 مرات والترجي كسب 3 ماتشات وتعادلوا في 8. الاهلي ده بصفه عامه في كل البطولات، في كل البطولات، انما في البطوله دي هم لعبوا 14 مره بس. 14 مره بس. الاهلي كعبه عالي على الترجي. والله خليني اقول لغه الارقام ولغه الاحصاءات طبعا الملعب ما لهاش علاقه بالملعب، بس احنا عشان يعني احنا طول الوقت احنا ايه في مصر احنا بنتفائل بدا. لا وعندنا المشكله بتاعت اللي هو لا احنا عندنا ازمه مع التوانسه مع الجزائريين مع المغاربه، لما بنقابلهم بتبقى ماتشات عصبيه، بعدين نبص ايه ده يا جماعه، لا احنا بنكسب الناس دي عادي. يعني بنكسبهم طبعا، احنا واخدين بطوله من الترجي في الترجي بس بصعوبه، يعني بتبقى بشق الانفس لانهم فاهمين قوي نفسيه اللاعب المصري وبيلعبوا على نقطه ان هو يضيع وقت، ان هو يعصب اللاعب بتاعنا، ان هو يموت الماتش بلغه الكوره، فده بيشكل صعوبه. انما في الحقيقه ان الاهلي النهارده فرديا وجمعيا هو افضل من الترجي بكتير، ولكن مع الاعتبار ان كل مباراه وليها ظروفها. حضرتك عارف الـ اهل شمال افريقيا شايفين عن المصريين اللعيبه المصريين العكس، يعني شايفين ان المصريين هم اللي بيعرفوا يضيعوا الوقت ويستفزوا اللعيبه الجزائريين. والله انا سمعت كده من اصدقاء، يعني هم بيقولوا لنا كده انتوا اللي بتضيعوا الوقت، انتوا اللي بتستفزونا، انتوا اللي بتضربوا اللعيبه من تحت لتحت، واحنا عندنا نفس الكلام بنقول عليهم نفس الكلام اللي هم بيعملوا معانا كده. لا الواقع اللي احنا شفناه دايما هم لعيبه شمال افريقيا كلهم هم اللي بيستفزوا لعيبه مصر وبيضيعوا، خاصه في المباريات اللي بتتلعب جوه مصر من اول لحظه في الماتش، بيستموت في الملعب، بيقع كتير، الجون بيضيع وقت. لا هم اللي بيستفزونا. بس هو العيب هنا على الحكم بقى في الماتش ولا على الفريق التاني؟ اذا كان يعني بيضيع بطريقه مشروعه او بيكول داون ذا جيم او بيقتل المباراه، هل دي طريقه مشروعه؟ طبعا دي طريقه يعني في حدود مشروعه، ان هو بيضيع وقت بطريقه قانونيه، انما ما يقعدش يضيع وقت ان هو بيقع في الملعب بيشوط الكوره بره، بيتعمد ان هو يخش دخلات، يعمل فاولات كتيره، يوقف الكوره كتير، يموت الكوره زي ما بنقول، زي ما كابتن لطيف الله يرحمه كان بيقول اللي تغلبه العبه،
فهم شايفين ان الاسلوب ده ماشي مع اللعيبه المصريين او بيجيب نتيجه مع اللعيبه المصريين. احنا هنشوف دلوقتي شويه ارقام كده عن النادي الاهلي موجوده معانا زمايلنا يعرضوها لنا. النادي الاهلي اكتر انديه العالم فوز بالالقاب برصيد 135 بطوله، رقم ضخم قوي. طبعا الاهلي قيمه وقامه وشرف لمصر كلها. نعم، المفروض الارقام هتكون معانا دلوقتي على الشاشه. تم كمان تاني اكتر انديه العالم تحقيقا للبطولات القاريه بعد ريال مدريد. مظبوط. احنا فاضل لنا كام بطوله ما بيننا وما بينهم؟ اعتقد اثنين، فرق دلوقتي اثنين بيننا وبين. طيب يعني ان شاء الله النهائي والسوبر. النهائي والسوبر ان شاء الله. لو ريال مدريد السنه دي يعني مش هياخد حتى كاس صفيح في اسبانيا. واقع. خلاص يعني بعد ما المدرب المشهور لوبيتيجي يعني ربنا يكون في عون بقى اللي بيشجعوا المارينجي. زي ما قلنا دي مواجهات الاهلي والترجي، الاهلي والترجي اتقابلوا في 18 مباراه مختلف بطولات افريقيه، الاهلي احرز في شباك الترجي التونسي 21 هدف واحرز الترجي في شباك الاهلي 15 هدف. مش هننسى الجون بتاع سيد عبد الحفيظ برضه طبعا الترجي. طبعا جون رائع، وجون ابو تريكه طبعا في الصفاقسي. والماتش هناك، الماتشات دي بالمناسبه دول في تونس هناك. بالمناسبه زي ما قلت لحضرتك الاهلي لعب الترجي 14 مره في بطوله افريقيا، الاهلي كسب خمسه منهم ثلاثه في قلب رادس. بالظبط. يعني كميه او عدد مرات فوز الاهلي على الترجي التونسي هي كانت في تونس اكثر من القاهره. اكثر من القاهره. تاريخ اول مباراه رسميه ما بين الاهلي والترجي كانت سنه 90. بطولة افريقيا الحالية لأول مرة أربع مواجهات بين الأهلي والترجي بشكلها الجديد. مظبوط. كمان لسه معانا أكتر من رقم كمان، كأس الكونفدرالية اتقابلوا مرة واحدة فقط. كان في ست ألقاب في بطولة السوبر الأفريقي. ممكن نشوف السلايد اللي بعدها. تمام. بطولة واحدة في الأفرو آسيوية، أربع ألقاب للبطولات العربية. الأهلي عنده رقم قياسي في التتويج بالبطولات المحلية طبعا. اتكلم وصلنا كام؟ 30 دوري دلوقتي؟ 37. هيزعلوا مننا قوي، هيزعلوا مننا قوي اللي الناس بتتفرج دلوقتي. لا دي أرقام حقيقية، التاريخ ما بيكذبش، دي أرقام بالظبط معروفة يعني. حاجة من عندنا. بالظبط. 36 لقب من بطولة كاس مصر، 10 ألقاب من بطولة السوبر المحلي، 7 ألقاب من بطولة السلطان حسين، 16 لقب بطولة دوري منطقة القاهرة، كأس الجمهورية العربية المتحدة. الترجي التونسي بقى عنده أرقام قوية برضو من الناحية التانية، في أكثر فوزا بالبطولات في تونس، إجمالي بطولاته 57 بطولة، 28 بطولة دوري، 15 كاس، كأس السوبر التونسي 3 مرات، 3 ألقاب دوري أبطال العرب، لقب وحيد في كأس السوبر العربي، لقب وحيد بطولة شمال أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، لقبين دوري ابطال افريقيا، واحد في بطوله ابطال الكؤوس، واحد الكونفدراليه، واحد كاس السوبر الافريقي، واحد كاس الافرو اسيويه. اسمح يعني لي اقول رقم كمان. طبعا. ان الاهلي وصل لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا 11 مره. 11. كسب منهم 8 القاب. 8 بالظبط. الترجي التونسي وصل 6 مرات، خسر 4 وكسب 2. ففي النهائيات كعب الاهلي برضو اعلى. الاهلي بيعرف يكسب الماتشات النهائيه في المواجهات الصعبه، في المواجهات الحاسمه، واللعيبه فاهمه كويس جدا اهميه المباراه النهارده. الاهلي بيعرف يخلص. بيعرف يخلص. ده بالظبط ملخص الكلام كله. زي الماتش الاخراني للاهلي، الاهلي جايب جون في اخر وقت خالص. حضرتك في الكونفدراليه اللي الاهلي كسبها ما كانش في دوري في مصر، ما فيش كوره في مصر. اعتقد ان هو الفريق الوحيد في العالم اللي قدر يكسب لقب قاري وهو ما بيلعبش محلي. فده طبعا ارقام مرعبه جدا للنادي الاهلي، وصعب قوي قوي ان حد يلحقه في الفتره الحاليه واحنا عايشين يعني. يعني ربنا يدينا طول العمر ويمد في انتصارات الاهلي وانتصارات الفرق الثانيه برضو يعني ما ننساش. يعني احنا النهارده اليوم بتاع الاهلي، النهارده اليوم بتاع الاهلي. طبعا يعني يوم ما كان الزمالك بيلعب ماتشات مهمه في افريقيا كلنا بنكون وراه. الزمالك الاسماعيلي كلنا بنكون وراه. لو سمحت لي بس اتكلم في نقطه معينه. طبعًا. اللي هي اللي الناس بتقوله، هل الاهلي بيمثل مصر النهارده ولا الاهلي بيمثل نفسه؟ الحقيقه والواقع والحقيقه المؤكده ان النادي الاهلي بيمثل مصر، مش بيمثل نفسه بس، لاربع اسباب. السبب الاولاني ان كل وكالات الانباء العالميه ووسائل الاعلام الاجنبيه كلها بتقول الاهلي المصري، ما بتقولش اهلي الجزيره ولا اهلي مدينه نصر. النقطه الثانيه، الموسيقى اللي هتعزف النهارده فوق ارض الملعب هو نشيد الوطني المصري وليس نشيد النادي الاهلي. ثالثا، ان شاء الله لما الاهلي يحقق اللقب المره دي
مش تصنيف المصرية. مش تصنيفه بس هو اللي بيعلى، لا ده تصنيف الكرة المصرية كلها على مستوى القارة الإفريقية هو اللي بيعلى. وما ننساش ان الأهلي لو كسب اللقب ده بيفتح الطريق لفريق ثالث مصري ان هو يشارك في البطولة الإفريقية. الدعاية السياسية وفي فريق مصري هيشارك في كأس العالم للأندية بالظبط ابو ظبي ان شاء الله. لا انا بتكلم على الفرق المكاسب الاخرى غير المكاسب اللي بتقعد على النادي الاهلي. في الاخر في فريق مصري مشارك في كاس العالم للانديه بالظبط. المكاسب السياحيه والسياسيه والرياضيه اللي هتتحقق باذن الله لما الاهلي ياخد اللقب هتصب في مصلحه البلد اكتر ما تصب في مصلحه النادي الاهلي. الكلام اللي انا بقوله ده هو كلام مثالي وهو الحقيقه، انما المشجع بتاع الكوره ما بيعترفش بالكلام. يعني النهارده ما اقدرش اقول ان في مشجع زملكاوي هيستاند النادي الاهلي، ده ضد طبيعه المشجع وضد السيكولوجيه بتاعته. في فيديو زي بالظبط مشجع النادي الاهلي عمره ما هيشجع الزمالك. يعني احنا بعيد عن المثاليه، احنا بنتكلم على جو المدرجات جو المشجعين في وده ده لا علاقه مشجع الترجي في كيف وطار القاهره بيطلب من الزملكاويه يا جماعه ما يشجعونيش الترجي احنا كافيين مش عايزين حد من الزمالك يشجعنا، خلي الاهلي والزمالك يلعبوا مع بعض هم دول الكبار مع بعض. هو الحقيقه ان ده لا علاقه له بالوطنيه ولا علاقه له بالانتماء للبلد ولا حاجه، دي مشاعر مشجع الكره العادي في كل انحاء العالم. هو يعني مشجع لما بيلعب الفاينل تشامبيونز ليج مفيش مشجع من ريال مدريد، ريال مدريد بيشجعه ولا حاجه، ممكن يكون بيشجعه الفرقه الثانيه كمان. فده بس ملوش علاقه بكلمه الوطنيه، لا او انت ازاي ما تشجعش الاهلي النهارده ده بيلعب باسم مصر، لا دي حاجه ودي حاجه. بالظبط. طيب خلينا نخش بقى في الماتش نفسه النهارده. كارتينو مدرب لعب نهائي قبل كده وفاز بيه مع مازيمبي، ومدرب محقق نتائج جيده جدا مع النادي الاهلي في الفتره الاخرانيه. الستاتس بتاعته او الاحصاءات بتاعته مع النادي مرتفعه بالظبط. عامل عمليه دمج ما بين، يعني مش عايزين نقول مضطر ان هو كان يعمل ده، بس ابتدى يدخل عناصر جديده في الفرقه من الشباب الصغير اللي كان موجود او من اللعيبه اللي كانت بعيده في الفتره اللي فاتت، وابتدى في ناس بتستبعد زي شريف اكرامي، مؤمن زكريا اللي مش هيبقى موجود في القايمه النهارده، فليه خلطه بتاعته بالظبط. كارتيرو النهارده هيفكر ان هو لازم يامن نص ملعبه الاول عشان الهجمات المرتده بتاعت الترجي، والترجي شاطرين جدا في الضغط بالهجمات المرتده، بيقفلوا نص ملعبهم وعندهم بيلعبوا على الفلانكس الوينجين وطبعا يعني شفنا اهداف كتيره منهم في البطوله بالزبط. شبه كده، ولا هيبتدي يبادر بالهجوم من الاول عشان يكسر حده الدفاع المنطقه اللي هيعمله الترجي؟ خلينا نقول ان كتير من المباريات بتكسب او يعني الفريق بيكسبها بالدفاع القوي اكتر من الهجوم المكثف. طبعا دي قاعده في الكوره. كارتيرون المفروض طبعا احنا مش مكانه، مش قارين خطته ايه بالظبط النهارده، انما كلها توقعات وكلها وجهات نظر. المفروض انه يلعب بتوازن. الاهلي النهارده مطالب انه يسجل اهداف، زي ما هو مطالب انه يسجل اهداف مطالب او مطلوب منه انه ما يدخلش الاهداف في اهداف، وبالمناسبه الاثنين على نفس القدر من الاهميه. يعني لا قدر الله لو النتيجه النهارده طلعت سلبيه 0-0 انا مش هعتبرها نتيجه كارثيه، بالعكس ده هيدي دافع للاهلي انه يلعب بقوته وبيلعب بطريقته العاديه في رادس او في تونس لو المباراه اتنقلت لملعب تاني زي ما بيقولوا دلوقتي، في كلام انها تتلعب بره رادس يعني، فده هيبقى دافع للاهلي انه يؤدي المباراه العوده بقوه. اعتقد ان كارتيرون فاهم كويس جدا الكلام ده وهيلعب بتوازن. هو هيحاول يستغل الاول في اول ربع ساعه او الثلث ساعه الدفعه الجماهيريه و 60,000 اللي بيزقروا في المدرجات ان هو يسجل في الاول، ان هو يعمل بريس على فريق لا جون او اتنين يعني اتنين انت قتلت وارد جدا ان هو يجيب جونين بالظبط، يجيب جونين في اول ربع ساعه ثلث ساعه. فريق الترجي هيضطر انه يفتح دفاعاته لانه متوقع انه يلعب بدفاع متكتل النهارده قافل جدا، خاصه ان عنده مشاكل كتير قوي في الدفاع، هنتكلم دلوقتي على فريق الترجي. فهو هيعمل كومباكت بين خط الوسط وخط الدفاع، كل ده هيبقى موجود في منطقه جزاء الترجي في اول ربع ساعه ثلث ساعه. فالاهلي المفروض انه في اول ربع ساعه يضغط يستغل الدفعه الجماهيريه وبعدين يرجع تاني لقواعده سالما ويلعب بالتوازن المطلوب بين الدفاع وبين الهجوم. ده العقل بيقول كده، انما الاندفاع الهجومي وارد جدا لا قدر الله يجي فيه جول عكسي. اللعيبه كلها بتتلخبط بتتبعثر اوراق المدرب باتريس كارتيرو، وفي الحاله ديت الماتش بيهرب منك. فالمفروض انك انت بتلعب بتوازن بين دفاع وهجوم. بكرر تاني
ان الاهلي مطلوب منه انه يسجل اهداف، بس برضه مطلوب منه انه ما يستقبلش اهداف، والاثنين على نفس الدرجه من الاهميه جدا، لان احنا شفنا في اخر ماتشين كده الاثنين سرد باكات بتوع الاهلي يعني كان في لخبطه. الاهلي عنده مشاكل دفاعيه بالتاكيد، يعني لسه ما فيش تفاهم كده، خاصه كوليبالي. انهم بيتغيروا كتير، يعني كوليبالي ثبت رجليه من ساعه ما جه، اللي بيبقى مع سعد سمير كان قبل كده نجيب، كان اشرف لعبوا معاه، فاعتقد الاهلي يعني دي نقطه من نقاط الضعف اللي موجوده. مين اللي هيلعب جنب كوليبالي النهارده؟ كوليبالي سعد سمير بالتاكيد، سعد سمير خلاص بالتاكيد. هل التفاهم اللي كان يعني نقدر نقول شكل من اشكال التفاهم اللي بيبقى في الاول كده زي بهجه البدايات، يعني كان سعد سمير اكتر واحد فاهم كوليبالي، بس في الاخر برضه قبل اصابه سعد كان في يعني شويه لخبطه كده. هما يعني التفاهم او التجانس بين قلبي الدفاع مش عالي قوي، خاصه ان الاثنين مش سرعه، يعني عندنا نقطه ضعف في النادي الاهلي في دفاع النادي الاهلي ان قلبين الدفاع مش سرعه، فده عكس فريق الترجي الهجوم بتاعه سريع جدا. وبرضه نفس الكلام هيتكلم لما نيجي نتكلم على فريق الترجي، نفس القصه. فريق الترجي متوسط الاعمار 31 سنه بالمناسبه، وفريق الترجي عنده مشاكل اكتر من الاهلي في الدفاع. اما لو بنتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده بطء في قلبي الدفاع، ده بيتعوض ان السوليه وحسام عاشور بيعملوا برضو بيرجعوا كتير، بيعملوا مساند. عاشور هيبقى ثابت النهارده عشان يغطي بالتاكيد، لان عشان هيزيد خالص، وهيسمح كمان عشان يسمح لكولوبالي ان يتقدم في الـ في الـ الكورنرز والرفعات العرضيه. فحسام عاشور واجبه دفاعي النهارده اكتر منه واجبه هجومي. كارتيرو هيلعب بثلاثه في نص الملعب النهارده في هو اثنين محوري ارتكاز اللي هم سوليا وعاشور، ده ما فيش فيهم اختلاف. طبعا قدامهم وليد سليمان، في كلام على الناحيه اليمين وعلى الناحيه الشمال. الناحيه الشمال في مفاضله بين ميدو جابر وبين اسلام محارب، انا اعتقد ان هو هيميل اكتر لاسلام محارب لانه بيقدر مجهوده اوفر وبيقدر يقوم بالواجب الدفاعي اكتر من ميدو جابر. الناحيه اليمين في حمودي، في صلاح محسن، في محمد هاني، يعني في ثلاث اراء. انا اعتقد ان محمد هاني هيلعب قدام يمين، وارد جدا. احمد فتحي خلاص رجع وهيبقى موجود في ان شاء الله هيبقى موجود النهارده، انما محمد هاني ما اعتقدش ان هو هي اختيارات لكارتيرو، بس اعتقد ان محمد هاني ده ممكن يلعب في مباراه العوده يبقى طرف يمين، لان حمودي غير مميز في الواجبات الدفاعيه. معطيات مجهوده اقل شويه كمان، مجهوده اقل ومشاكله كتير في الدفاع، يعني حمودي عمل مشاكل كتير في الدفاع قبل كده، وتسبب في ضرب الجزاء في الدوري، والتغطيه بتاعته مش جيده. هو مميز طبعا في الناحيه اليمين، وخاصه ان هو مراوغ جيد، وده ممكن يجيب لنا ضربات جزاء، ان هو بيتغول جوه منطقه الجزاء بيراوغ كويس جدا. ده الافضل ان انا استفيد بيه في الشوط الثاني بقى لما يكون او الشوط الاول الشوط الاول، انك انت بتهد شويه الدفاع الترجي يكون تعب شويه. الشوط الثاني بقى صلاح محسن مش عارف، كارتيرون ما بيدلوش فرصه كبيره ليه انه يشارك في المباراه. سأل عليه قال انه يعني هيجي وقته هو نصر ماهر كمان. اعتقد ان هو مهم جدا، يعني صلاح محسن بلغه الكره هجام سريع قوي بدنيا، بيجري كتير، فده ممكن يتعب اي دفاع. صلاح محسن لو له دور النهارده او بعد المشاركه في الشوط الثاني بعد مجهود فريق الترجي او دفاع الترجي يكون لا ازارو ده سنتر فيرويد، صلاح محسن بيلعب على الجنبين بغض النظر. لا يعني في ناس بتقول ان انا اطلع لما يكون انا ضامن الماتش اطلع ازارو وراس الحربه وانزل صلاح محسن، لا يبقى صعب جدا فورس سترايكر زي ما كان ميسي مثلا بيلعب في برشلونه. ازارو هو اختيار ثابت دايما لكارتيرون، لباتريس كارتيرون بيثق فيه جدا. ازارو بيضيع اهداف كتير بس برضه بيجيب اهداف كتير. لا ازارو مهم جدا جوه الملعب ومش هيطلعه الا اذا اصيب. هنتكلم على موضوع ازارو وتضييع الاهداف ده، عشان دي نقطه مهمه جدا. يعني مثلا ممكن يجي له خمس فرص يجيب منها جون او اثنين، علشان بيجي له فرص على نفسه كمان فرص بس بيضيعها برضه. هو كلمه انه بيضيع فرص معناه انه بيوصل. فده طبعا شيء ايجابي لعيب الكوره. هنتكلم عن ازارو بتاعه محتاج. هنتكلم عن ازارو ونطلع دلوقتي نشوف سريعا تقرير صغير كده سريع عن لقاءات الاهلي والترجي التونسي، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ان شاء الله احنا نخلص الماتش من مصر هنا، ما نحتاجش ماتش اللي هناك، لان ماتش هناك هيبقى صعب والجماهير بتاعتهم كتيره، مش زي عندنا ما فيش مشاكل. يعني عندنا مش ما فيش كل الجماهير مش داخله، الاستاد مش هيبقى على اخره، انما عندهم هم الاستاد هيبقى متقفل. فان شاء الله نخلص الماتش من هنا وربنا يكرمنا ان شاء الله. ده ان شاء الله باذن الله هيكسب اكيد، وفرق اكيد يعني فرق كبير باذن الله. الاهداف 2 وليد سليمان و1 ازارو. ان شاء الله الاهلي يكسب، مش هكدع الاهلي ان هو يفوز بالتاسعه ان شاء الله،
قدام الترجي، وانا زملكاوي بس يعني بنشجع الاهلي. ان شاء الله الاهلي هيفوز 3-0. وليد ازارو، وليد سليمان، وليد سليمان هيجيب جونين ان شاء الله باذن الله. النجم الشباب متفائلين برضو في حاله الناس واثقه في الاهلي. ناس واثقه في الاهلي. هي الكوره انا شخصيا ما بحبش اتوقع فيها. انا بحب التمني. اتمنى، انما ما اتوقعش، ان كل مباراه لها معطياتها، انما في طبعا حاله من التفاؤل، والتفاؤل ده مبعثه ثقه الناس في قدرات النادي الاهلي. الاهلي وقت الجد بيقف بجد. يعني الاهلي بمن حضر. لا، الاهلي بمن حضر، لا برضه المقوله دي مش مظبوطه، لان الاهلي لما لعب قدام الوصل بمن حضر ما كانش جاي. لا، الاهلي بلعبته الاساسيين بفرقته الاساسيه. كان في نسبه كبيره من اللعيبه الاساسيين موجودين يعني. لا بس برضه التوليفه اللي كان عملها كارتيرون ما كانتش، لا ما نفعتش. انا بقول الاهلي، مقوله الاهلي بمن حضر، لا، الاهلي بلعبته الاساسيين في المناسبات الكبيره بيبقى الاهلي، انما في المباريات التانية لا. ايه رايك في شريف اكرامي واللي بيحصل معاه؟ بيحصل معاه ايه اللي بيحصل معاه؟ شريف يعني اكرامي الجون اللي دخل فيه، حارس المرمى طالما يعني بعد عن الثلاث خشبات مستوى اللي بيصدي زي ما بيقول. للاسف شريف اكرامي بعد ما كان يعني في فورمه عاليه جدا ابتدى مستواه ينزل ينزل ينزل، وده اللي سمح للشناوي ان هو يركب في منتخب مصر، يركب في النادي الاهلي. هو اللي بيحصل، حارس المرمى زي اي لاعب في الدنيا، زي اي بني ادم في الدنيا، هو الاب والداون بتاعه، بيطلع وبينزل. فالشناوي كان صفقه جديده بالنسبه للنادي الاهلي، وكانوا خدوه للمنتخب. شريف جاله حظ عسر في بعض المباريات، فالشناوي ركب وخلاص، والجول ما بيتغيرش. بالمناسبه عمليه التدوير بين حارس المرمى ده دي سياسه خاطئه، وكل مدربين حراس المرمى بيقولوا ده شيء خاطئ تماما. اللي ماشي اللي رجله في الملعب هو اللي بيلعب. الحارس الاحتياطي بيقعد فتره طويله ما بيلعبش. بس الاهلي عملها قبل كده يعني، كابتن ثابت البطل وكابتن ثابت واكرامي ومعاهم شوبير كمان بعد كده، انما دول كانوا اسامي كبيره قوي، وكانت سياسه خطا زي ما بنقول من الثمانينات والسبعينات، والقصه مختلفه دلوقتي. يعني لما نادر السيد جه الاهلي كان الحضري برضو قعد نادر السيد قعد ومشي من النادي الاهلي علشان ما كانش بيلعب. هو جوزيه هو اول من ادخل هذه السياسه في مصر. الحارس اللي رجله في الملعب هو اللي كمل. كابتن احمد ناجي بيقول نفس القصه. مدربين الكبار، مدربين حراس المرمى في الانديه العالميه. الشناوي لعب كاس عالم. فطبعا الشريف له عذره ان هو بعيد قوي عن الملعب، نزل مره واحده مش مجهز نفسيا انه يلعب، حظ عسر في الكورتين اللي دخل. التجهيز النفسي ده من الجهاز الاداري والفني مهم، وهو نفسه للاعب الاثنين الاثنين الجهاز الفني. انما شريف اكرامي 33 34 سنه، يعني عنده خبرات كافيه ان هو يوقف نفسه، مش محتاج حد يساعده ان هو يحمسه نفسيا او يوقفه على رجليا. فشريف كان حظ عسر. طب بس شريف هيقدر يكمل في النادي الاهلي طول ما الشناوي في الفورمه بتاعته؟ لا، انا اعتقد ان ده اخر موسم، ده رايي الشخصي والله اعلم طبعا. احنا كلنا بنتوقع طبعا. اعتقد ان ده اخر موسم لشريف اكرامي في النادي الاهلي. هينتقل داخل مصر ولا ممكن يبطل؟ يبطل. يبطل. شريف اكرامي ممكن يجهز نفسه ككادر اداري في النادي الاهلي طبعاً مع حسام غالي، وهو ممكن يبدا بدري. لو بدا بدري من يعني من الناس اللي يعني خريج سياسه واقتصاد، مثقف جدا واحترف بره، شخصيه محترمه والناس كلها بتحبه جداً. فانا بس بدري شويه على جول كيبر 33 34 سنه. يعني شريف لو حب يلعب في اي نادي في مصر هيلعب في اي نادي؟ هيفقد حظوظه في انه يكمل في النادي الاهلي اداريا. بس حسام غالي عملها وطلع بره مثلا، احترف يعني ما لعبش في مصر. لا انا قصدي احترف بره يعني. ساب الاهلي وطلع احترف بره ورجع. صعب تاريخ شريف اكرامي ممكن يلوث لو خرج لعب في فرقه بره. اولا لو شريف طلع اعاره للدوله هتبقى دوله عربيه او دوله خليجيه، مش هيبقى دوله اوروبيه. يعني مش هيقدم نفس الكفاءه، خاصه ان حارس المرمى بيعتمد كتير جدا على مستوى الفريق ومستوى خط الدفاع اللي قدامه. تجانس كمان. مهما حد بفهم مثلا ولعبه مع فريق درجه ثانيه هيخش فيه 10 اجوال. فهو طبعا يا حتى كان لما كان في السعوديه كانت الفرقه اللي بيلعب فيها مستواها ضعيف شويه، فابتدى يخش فيها اهداف يعني بالزبط. ما تخشش في الخضر يعني. فانا اعتقد ان ده اخر موسم لشريف اكرامي مع النادي الاهلي، واعتقد ان هو بيفكر ان هو يخش في الكادر الاداري بتاع النادي الاهلي، يأهل نفسه ان هو يبقى قدام عضو مجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله مع حسام غالي. طيب نرجع تاني بقى لوليد ازارو. وليد مهاجم يعني مش هنختلف عليه كتير. موجود في فتره نقدر نقول مصر كلها بتعاني من غياب راس الحربه اللي بالشكل التقليدي السترايكر
رقم 9 اللي بيخلص بالزبط. وموجود جوه الصندوق. بالرغم من ده ما اتاخدش في منتخب المغرب في كاس العالم. هو اتاخد مرتين بس ما لعبش اساسي بالظبط، وما كانش معاهم في القائمه في كاس العالم. في كلام ان هو الفتره اللي جايه ممكن يكون له مكان في مع منتخب المغرب، لكن مع النادي الاهلي هو الهداف. بس الناس لسه عندها بعض من التخوف من الفرص السهله اللي ممكن تكون بتضيع من ازارو، حتى بالرغم ان هو بيصنع لنفسه وبيفضي مساحات لزمايله وبيصنع لنفسه فرص، بس في حاجات بسيطه جدا بتضيع منه. يعني ازارو 22 23 سنه لسه صغير، لسه محتاج مهما كانت كفاءته الحاليه فهو محتاج لسه اكتساب خبرات ومحتاج نضج اكتر في الكوره. حاجه ايجابيه، اي مدرب كوره في العالم لما المهاجم بتاعه بيوصل كتير للمرمى حتى لو بيضيع كتير بيعتبر ده حاجة إيجابية وممكن نتصلح. يعني هو عنده الأساسيات إنه بيوصل سريع، هجام، هيدر، بيشوط كويس، بيوصل كتير، فده الأساسيات بتاعت رقم 9 أو المهاجم الصريح موجود عند أزارو. فاضل بقى الفينش بتاعه، ده شغل مدربين، ده شغل المدرب بتاع النادي الأهلي إنه هو يصلح هذا العيب فيه. إنما ما قدرش أصلح حاجة في واحد ما عندوش الأساسية دي. فهو عنده الأساسية بتاعت رأس الحربة ممكن نشتغل عليها. أزارو فاهم كويس جدا النهارده هو عاوز يروح منتخب المغرب يلعب اساسي في منتخب المغرب، وعارف ان الاضواء كلها مسلطه على نهائي افريقيا بالزبط. فبالتالي لازم يثبت نفسه، عنده دافع شخصي غير دافع ان هو بيلعب في النادي الاهلي، غير دافع الفريق، عنده دافع شخصي ان هو يثبت نفسه. فاعتقد وليد ممكن يعمل حاجه النهارده وفي مباراه العوده، خصوصا في مباراه العوده اكتر من مباراه الذهاب طبعا، لان الترجي على حسب نتيجه المباراه الاولانيه بيفتح شويه، بيلعب هجوم قدام شويه، فبالتالي بيدي مساحات بالظبط، فبيدي مساحات لازارو، وازارو مهاجم مساحات مش مهاجم مسافات ضيقه، مش مخنوق، مش الشخص اللي هو هيفضل جوه الصندوق مستني الكره تجيله بالظبط، محتاج مساحات علشان يجري ويكمل زي رونالدو زمان، رونالدو الكبير مش رونالدو الصغير، برده كان بيحتاج مساحات وقدراته بتظهر في في في, في الجزء ده. طيب لو اتنقلنا بقى بالكلام على الترجي نفسه، في لعيبه بعينها حاطط عينك عليها خايف منها في الماتش النهارده؟ طبعا، يعني احنا خلينا نتكلم الاول على الترجي. الطريقه اللي بيلعب بيها دايما هي 4-3-2-1، دي الطريقه اللي كان بيستخدمها خالد يحيى او خالد بن يحيى المدرب السابق ومعين الشعلاني او الشعباني اللي هو المدرب الحالي. طبعا بيبقى وظائف اللاعبين بتختلف، هي الطريقه ثابته دايما، انما وظائف اللاعبين جوه الملعب بتختلف على حسب سير المباراه. الترجي لو ناخد الخطوط بتاعته بالترتيب، حراسه المرمى، حراسه المرمى الحارس الاساسي بتاعه هو المعز بن شريفيه، مستواه هبط جدا. اول ما جه معين الشعلاني اول قرار خده ان هو يشيل المعز بن شريفيه ويلعب الحارس الاحتياطي رامي الجريدي. رامي الجريدي لعب ماتشين اللي هو الدور قبل النهائي قدام اول اغسطس، عمل كوارث وكان هيبقى سبب في خروج الترجي من البطوله. المباراة الأخيرة الأسبوع اللي فات في الدوري التونسي قدام حمام الأنف اللي لعب هو المعز بن شريفية. أنا أعتقد أن النهاردة اختيار المعز المعز هو اللي لعب المباراة، خبرة أكبر. أعتقد النهاردة المعز هو الاختيار، هيبقى الاختيار على أساس الخبرة لا أكثر. يعني خط الدفاع بالنسبة لفريق الترجي بيلعب في عندنا سامح الدربالي باك يمين، الباك الشمال هو أيمن بن محمد بس ده مصاب ما تمرنش امبارح خالص، ما نزلش التمرين الاساسي فتاكيد مش هيلعب. هيلعب حسين ربيع، في ظهير صغير في السن اسمه حسين ربيع. قلبي الدفاع في نادي الترجي بيلعب دايما شمس الدين الداوودي ده واحد، وخليل شمام. خليل شمام مستواه مهتز في الفتره الاخيره فممكن يلعب مكانه اليعقوبي. فريق الترجي دفاع الترجي عنده مشاكل كتيره جدا دفاعيه. فريق الترجي المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه خط الدفاع ضعيفه، سهل يترقص قوي، فهم بيعوضوا ده بالكومباكت، بيلعبوا كلهم قريبين قوي من بعض، بيقرب خطوطه من بعض، بيقرب خطوطه الاربع باكات بيقربوا جدا من بعض، ومحوري الدفاع الخط الوسط بيرجعوا بيضموا، فبيعوض عمليه نقص المهاره الفرديه ان هو يقدر يهاجم، ده يفتح الوينجات للنادي الاهلي بالظبط بالظبط. ده طبعا مهم جدا. عنده مشكله كبيره جدا تاني الترجي، انا لاحظتها في كل المباريات السابقه واتمنى ان النادي الاهلي النهارده يستغلها. الترجي في الكرات العرضيه والكورنرز والفاولات العرضيه كله بيندفع خط الدفاع نحو القائم الاولاني، بيسيبوا مساحه ورا. المساحه اللي ورا دي هتبان النهارده باذن الله في مباراه النهارده،
سهل جدا حد جاي من ورا اللي هو اللاعب المخفي او في المنطقه العاميه زي ما كان بيقول كابتن خالد شاكر ممكن يكمل جدا وممكن يسجل منها اهداف خصوصا كوليبالي في الكرات العرضيه. فتمركز النادي الاهلي النهارده في او بعض اللعيبه في المنطقه الخلفيه فده اللي يسجل النهارده ممكن ما يبقاش ازارو، ممكن يبقى مدافع، ممكن يبقى ايمن اشرف في الكرات دي لان ايمن اشرف مش بعيد التركيز عليه. خط الوسط في نادي الترجي هو الاقوى، خط الوسط فيه اثنين محورين ارتكاز عاليين جدا هم افارقة كوليبالي وفرانكوم. فرانكوم كان مصاب مش عارف هيلعب النهارده ولا لا، بس اعتقد هو اتمرن امبارح واعتقد ان هو ممكن يلعب. وفي معاهم الزياني اعتقد لا مش الزياني، صانع الالعاب هيلاني الشعلاني، هيلاني الشعلاني لعيب مهاري جدا ولعب صانع العاب ممتاز. خط الهجوم عندهم نقص مهم جدا، في مهاجم قوي عندهم لسه طالع واعد قوي وسجل اهداف تقريبا هو هداف الترجي حاليا اللي هو هيثم لجويني، هيثم لجويني برضه مصاب ومش هيلعب النهارده، في شكوك كمان ان هو يلعب مباراه الاياب، هو برضه ما شاركش في التمرين امبارح. انما طبعا عندهم المهاجم الكبير طه ياسين الخميسي ده المهاجم الاساسي بتاع منتخب تونس، وفي البلايلي على الطرف، وفي كمان انيس البدري، انيس البدري ده لاعب مهم جدا عندهم. طبعا الخطوره بتاعت الترجي مركزه في ناصر في الخميسي، الخميسي مهاجم سريع ممكن يسبب مشاكل كتيره لدفاع النادي الاهلي، البلايلي سريع جدا على الطرفين. عندهم برضو حاجه في الهجوم، الهجوم المرتد الترجي اللي هو سريع بينفذوا بطريقه كويسه جدا، تطوير الكره نقل الهجمه بيضم الوينجين بيضمه بيفتحوا مساحه للباكين، الباكين بيطلعوا كتير بيكملوا، ففي الحاله ديت بتلاقي الترجي بيهاجم بخمسه سته مميزين هم في الكرات العاليه بيعرفوا يستغلوا الكرات العاليه، كل شمال افريقيا بتعرف تستغل الكرات العاليه وده نقطه ضعف في النادي الاهلي يعني. فدي اكتر حاجه كلها للاسف دي اكتر حاجه مخوفاني في دفاع النادي الاهلي الكرات العاليه. ولو قلنا كولوبالي البرج المتحرك اللي موجود ممكن يسد ده، انما سعد سمير لا، سعد سمير لا، ايمن اشرف قصير، واحمد فتحي يعني احنا احمد فتحي الباكين بتوعنا يعني طولهم يعني هم الجامب بتاعهم عالي جدا، لعيبه الترجي هجوم الترجي قوي جدا في ده، فده مكمن الخطوره فيهم او مكمن اللي ممكن نقلق منه هو طه ياسين الخنيسي. وعندنا برضو الكرات العرضيه حسام عاشور ممكن يكون مانع على خنيسي النهارده، وارد وارد وارد. هي دي هو اكتر دول. واحد بيعرف بيؤدي طريقه المان تو مان هو عندنا حسام عاشور كابتن النادي الاهلي، هو اقدر واحد في التشكيله اللي موجوده ممكن يؤدي هذا الدور، واعتقد كارتيرون ممكن يديله الدور ده، بس ده هيزود الضغط على السوليه لان السوليه هيبقى متفرغ هو يعني لما يسمى بوكس تو بوكس ميدفيلدر، هيبقى بيلعب من 18 ل 18 وحسام عاشور يعني متفرغ لطه الخنيسي، الا في حاله الهجوم هيبقى هو ساقط تحت السوليه شويه يستلم من الدفاع. مظبوط، هي كلها ليها حلول على حسب مجريات المباراه، يعني انت المدرب قاعد على الخط شايف طه ياسين الخليسي ممكن مش موفق خالص، مش ماشيه معاه الكوره، خلاص حسام سيبه شويه وكمل قدام وزيد فطبعا كل ده بيبقى طبقا لمجريات المباراه، المدرب بيدي التكليفات للاعيبته على حسب اللي شايفه في الملعب. الحكام والحكام في افريقيا يعني واحنا هو حظنا كويس ان يعني انا بحب اكتر حكام شمال افريقيا افضل من 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 الحكام الافارقه. طبعا تقنيه الفار هتطبق لاول مره بالزبط. وده في صالح النادي الاهلي لان الاهلي نظريا هو اللي هيهاجم اكتر بالزبط. وارد انه يبقى له اخطاء مؤثره لصالحه مش ضده. الحكم الجزائري النهارده مهدي هو اللي هيحكم ده طبعا عبيد. مهدي عبيد عنده ذكرى سيئه مع الاهلي، كان بيحكم مباراه وطرد محمد هاني بعد ما نزل بدقيقه ونص اعتقد حاجه كده يعني. فالاهلي كان ابدع اعتراضه، ما قدمش اعتراض رسمي بس يعني احنا في مصر بنقلق شويه لما يكون الحكم جزائري وفرقه تونسي، حكم مغربي وفرقه جزائري. بالعكس انا قلق اكتر لما يبقى الحكم افريقي. يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، الحكم اللي حكم مباراة العودة بين الترجي وبين أول أغسطس عمل كوارث، عمل كوارث، الحكم يعني لغى جون لأول أغسطس بشكل يعني فاضح معايا. الحكام الأفارقة سهل تضغط عليهم، سهل تتكلم معاهم في حاجة، طبعا مش عاوز أقول اتهامات لأي حد، إنما حكم شمال إفريقيا لا هو أفضل
من الحكم الافريقي. وبعدين ما ننساش ان المباراه النهارده نهائيه، العيون كلها على الملعب، فبالتاكيد هو عاوز برضه يعني مش هيجامل الفريق على حساب ماتشات النجم الساحلي مثلا بتاعت الاهلي. كان خطا يعني العرجون العرجون يعني كان خطا مصيبه مش خطا كانت مصيبه كبيره. طيب على اي حال يعني نتمنى طبعا الفوز للاهلي النهارده طبعا، وزي ما حضرتك قلت احنا يهمنا كمان ما يجيش فينا اهداف بالظبط، لان مش عايزين نتزنق الزنقه بتاعت ماتش الجزائر. مكسب للاهلي النهارده انه لو ما دخلش فيه اهداف انا بعتبرها مكسب. بس احنا في ماتش الجزائر كنا كسبانين 2، رحنا هناك كان يعني ماتش كان ممكن يروح من ايدينا. الحمد لله ربنا ستر يعني، ربنا يوفق المهاجمين النهارده، هم عارفين كويس جدا يعني مش محتاجين اننا نكلمهم او حد نوجه لهم اي رسائل، هم اللعيبه شافوا صور الجماهير اللي كانت بايته قدام الملعب. كابتن الخطيب قال كده، ومدير الكره في النادي الاهلي قال كده، وكابتن محمد يوسف الخطيب كان حاضر التمرين كان فهم شافوا الصور، حتى كوليبالي المدافع شاف الصور قال لي ان كاتب على التويتر ان هو ما كانش متخيل ان في حد ممكن يعمل ده عشان فريقه. شاف الشباب اللي قاعد على البيت قدام منفذ بيع التذاكر، فطبعا ده بيديهم دعم. النادي الاهلي معاه النهارده 60,000 في الملعب ان شاء الله، ومعاه اكتر من 60 مليون قدام الشاشات بيدعوا له وبيشجعوه سواء في مصر او في الوطن العربي. وانصر يا رب الابطال ان شاء الله. انصر يا رب الابطال. اعظم نادي في الكون عنده ماتش النهارده، كلنا وراه بقى ونساند النادي الاهلي، يا رب يوفقه ويوفق كل اللعيبه النهارده. ونقول ايه، نحسم الماتش من 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 القاهره بقى وبرج العرب، القاهره واسكندريه النهارده 1، مصر كلها 1 النهارده ورا النادي الاهلي. اهلاوي، زملكاوي، اسماعيلاوي، بيراميدزاوي، كلنا ورا النادي الاهلي النهارده، توفيق ليهم. ويا رب بكره الصبح كده ابقى معاكم واقول لكم الف مبروك ولعبنا ماتش رائع واخدنا البطوله بنسبه 90% باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني كلمه اخيره، الاهلي بقى هيكسب كام؟ برضه ما اقدرش اقول التوقع، انا شايف ان فرق 2 ممكن يبقى فرق ايجابي جدا للنادي الاهلي. لو 2 انا ممكن اقول نسبه 90% اللي حضرتك بتقول عليها. فرق 2 بدون ما يدخل فيك اهداف ده مهم جدا. اذا كان الترجي دوله فالاهلي وطن بينتمي له ملايين من العشاق والمحبين. نادي الاهلي ان شاء الله قدها وقدود ان شاء الله. ضيفنا العزيز الناقد الرياضي رائد عزاز، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكركم حضرات الساده المشاهدين. بعد الفاصل هيكون معانا في استوديو هذا الصباح الكاتب الصحفي مفرح سرحان، نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي، وهنتكلم معاه عن استعدادات مصر لاستضافه منتدى الشباب العالم في شرم الشيخ في دورته الثانيه. استنونا.